أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. في الحقيقة اليوم عندنا أيقونة المجاهرين الملحدين، يعني الأخ أحمد حرقان، يعني نتمنى تكون حلقة ممتعة معه ومع حشش مع الله. فخلونا نرحب بالأخ أحمد. أهلا وسهلا فيك أخي أحمد. أهلا بك حبيبي، أهلا فيك. وأهلا بكل المشاهدين، كل الأبطال المجاهرين. تسلم تسلم يا طيب، وأنت أيقونة المجاهرين يعني بصراحة. والله ده كتير عليا، والله يعني أنا واحد من بصراحة، بس المجاهرين، تفضل. مش أيقونة ولا حاجة. أنا ما سمعت الصوت مظبوط يمكن. بقول لك انا يعني كتير عليا الايقونه دي، كبيره عليا. لا لا ابدا، ما كبير عليك، انت الشجاع يعني بصراحه. بنتمنى كل المجاهدين يكونوا بشجاعتك حتى نقدر نوصل صوتنا للناس، يعني لا يعني بشجاعتك شجاعه نادره بصراحه. على كل حال اخي احمد، في بدنا نبدا باسئله اجتني من اصدقائنا متابعي البرنامج، يعني انه عم بيقول لك ليش طلعت مع رشيد؟ انه قناة نصرانية، وفي واحد كاتب قناة نصرانية طبعا، انه مسيحية وهن يستخدمون لأهدافهم يعني. تفضل. ما عنديش مشكلة أطلع مع قناة مسيحية أو يهودية أو إسلامية، يعني حتى لو قناة سلفية، ولكن السلفيين هم طبعا اللي ما بيردوش. المهم أنا بطلع في قنوات ما بتدينيش فرصة أتكلم، فما بالك يعني بقنوات بتديني فرصة إن أنا أتكلم. يعني أنا بطلع في أي قناة يعني، وبقول رأيي من غير ما أجامل حد. رشيد كان عنده أسئلة معينة وأسئلة مهمة، وأنا جاوبت عليها بصراحة يعني. بغض النظر عن الأهداف بتاعتهم هم كمسيحيين من ورا الموضوع دوت، أو إذا كان رشيد عاوز يعني يستغل الموضوع عشان خاطر ينشر المسيحية مثلا، أو يقول إن الإسلام وحش والمسيحية كويسة أو لأ، أو إن هو فعلا عنده مشروع إن هو يقدم للناس الملحدين بحيث إن هم يعرفوا إن الناس ديت لها حقوق وكده، زي ما هو بيقول يعني، زي ما رشيد بيقول. لان رشيد ما بيقولش ان انا بستضيف الملحدين عشان خاطر امجد المسيحيه، هو بيقول انا عندي مشروع يعني، بدرس الموضوع في اطار معين بحيث ان انا القي الضوء على اقليه موجوده في المجتمع ومضطهده وكده. وانا بصدق رشيد يعني، لان رشيد صديقي اصلا، كمان ليه اصدقاء كتير مسيحيين وليه اصدقاء مسلمين برضه. يعني بصراحة رشيد أنا كثير أحترمه، إنسان مؤدب محترم يعني. ورشيد أنا ما شفت منه إنه يعني استضاف الملحدين، وأنا اللي لاحظته إنه رجل أعطى حق الملحدين في الحوار، في التعبير عن نفسه، وأنا ما شفت منه أي استغلال يعني، مثل بعض الأخوة يعني اللي سألونا السؤال. يعني أنا مش بصراحة أنا ما شفت أي استغلال. رشيد إنسان محترم ويحترم ضيوفه، وضيوفه كانوا محترمين عنده، فبصراحة أنا ما شفت أي شيء. طيب أخي، في أحمد، في تيار علماني، تفضل. خليهم يتمئنوا اصدقائنا يعني، خليهم يتمئنوا، مفيش داعي للقلق يعني او الحساسيه يعني. احنا ما عندناش يعني ما عندناش حكايه الخوف والقلق من مواجهه، او مثلا ان احنا نقلق عشان حد يستغلنا او كده. احنا اصلا ما احناش اصلا يعني مش طائفه دينيه اساسا كمان. احنا عايزين الناس بس كلها تفهم ان الاديان كانت خرافة قديمة وانتهى وقتها. ما احناش اصحاب دين معين عشان نتحزب او ننغلق على نفسنا، لا احنا منفتحين على الناس كلها يعني. اطمئنوا يعني. بالضبط بالضبط، وهي فكرتي يعني، انه يعني ما يعني احمد طلع على قنوات اسلاميه كثير، يعني خلينا نقول يعني ليست طابع مسيحي، طابع اسلامي، فليش ما يكون كمان القنوات المسيحيه يكون لا. بس في تيار علماني يعني انا لاحظته، انه بصراحه يعني مشان لانه بيطلع على القنوات المسيحيه،
فبيقول أسس الحضارة الغربية الموجودة هلا مبنية على أساس المسيحية. أنت شو رأيك بالحكي هذا؟ لا طبعا ده كلام مش مظبوط. أسس الحضارة الغربية مبنية على العلمانية وعلى اللادينية أساسا. أوروبا ما نهضتش ولا بدأت تفوق إلا لما تخلصت من الدين وأدارت ظهرها تماما له، يعني ده واضح جدا، التاريخ بيقول لنا كده يعني. بالضبط بالضبط بالضبط. يعني انا اعتقد الرواسب، يعني التيار العلماني بيقول انه الرواسب الجميله بقيانه من تعاليم المسيح، فانا بقول الرواسب السيئه اللي فيها الحروب هي البقيانه من تعاليم المسيح، وهو ليست الرواسب الجيده. بص، هو الحقيقة أنا ما عنديش مشكلة مع شخصية المسيح أو شخصية محمد أو أي حاجة، لأن إحنا أصلا مش هنقف كتير أوي عند ثبوت الشخصيات ديت من الناحية التاريخية يعني، أو صفاتها أو كده. إحنا بنتعامل مع نصوص موجودة أو وتعاليم مطبقة، فإذا كان المسيحيين بيطبقوا تعاليم سامحة ومتسالمة مع الكل وما بيعملوش أي قلق أو يعتدوا على أي حد، وده مش حاصل يعني، لأن في مسيحيين بيعتدوا يعني زي ما حصل قريب وهاجموا طائفة مسيحية اللي اسمها جيش الرب، اللي هاجمت العيادة عشان خاطر موضوع الإجهاض يعني، هاجمت أطلقوا النار عليها يعني. لكن لو هم ثبت المسيحيين أو الواقع كان إن المسيحيين ما بيهاجموش أي حد وعايشين بسلام وما بيبثوش أي كراهية وما يصنفوش الناس وما بيتحاسبوش على اساس ديني وفيهم كل الخصال الكويسه، فيعني اهلا وسهلا بالمسيح نفسه يعني. بالضبط على الراس يعني. لو محمد في يوم من الايام المسلمين وصلوا ان هو يفهموا ان هو داعيه سلام وان هو ما بيرتكبش العنف وما بيجهدش وما بيدعوش للتفرقه بين الناس والكراهيه وما الى ذلك، لو محمد كان نقول عليه، نقدر نقول عليه ملائكه، وكمان ممكن نصلي عليه ونسلم معاهم، مش مشكله. لكن محمد الموجود دلوقتي مغرب مختل، محمد الموجود في النصوص الاسلاميه والتطبيقات مختل، داعش بوكو حرام عليه الصلاه والسلام، فاحنا ما نقدرش ان احنا نقبله او ندعي ان هو داعيه سلام او كده. لما نشوف السلام الاول، احنا ما شفناش السلام ولا دقناه ولا شمنا ريحته حتى ولا نعرف حاجه عنه. بالضبط. ما دام موجود معنا داعش احفاد محمد ما اظن. طيب إذا خلينا بس، بما أنه دخلنا بقصة محمد أخيرا، يعني السعودية ساوت تحالف إسلامي ضد الإرهاب، فأظن هذا هي أكبر حشيشة مع الله يعني. أعتقد دي نكتة سخيفة كمان. داعش عمل التحالف لمكافحة الإرهاب، فده أدعى لإن إحنا ندكها دكا ونقصفها ونمحوها من على الارض يعني، لان ده استفزاز، دي وقاحه ما بعدها وقاحه. فالسعوديه ايامها معدوده، او مش ايامها معدوده، اقصد ان هي وصلت للمستوى ان هي للانهيار يعني، بدايه الانهيار. فاما السعوديه تدخل في ركاب الحضاره وتتخلى عن داعشيتها، واما هتنتهي يعني، لان محدش هيقدر يتكل على اللي بيحصل ده. بالضبط. يعني المفاجأة في كثير دول ما لها خبر، يعني طلعت متفاجئة انه ضموها للتحالف هذا لا علم ولا خبر يعني، مثل ما بقولوا. في دول صبحت لقت نفسها عضو في التحالف، يصحى رئيس الجمهورية يبص لقى نفسه عضو في التحالف. بالضبط بالضبط. وعليه يدفع كده. السعودية مهلبية يعني، السعودية ما عندهمش حاجة يعني. الأمم المتحدة في التقرير بتاعها عن حرب اليمن قالت إن السعودية معظم اللي قصفتهم في الحرب بتاعتها مع الحوثيين كانوا مدنيين. السعودية أكثر حد في اليمن ضرب المدنيين. صحيح صحيح. لأنهم ما عندهمش خبر عن حقوق الإنسان وعن الرحمة وعن النظام السعودي بعيد آلاف الأميال عن حقوق الإنسان، و يعني طبيعة حقوق الإنسان ولا تعرفها ولا تمس لها بصلة يعني للأسف. أحمد، قبل ما نبلش
ببرنامج بيحشش مع الله بالآيات القرآنية الموجودة. شو رأيك تحكي لنا شوي عن برنامجك في صوت العقل الحر وبرنامج الأخ إسماعيل؟ يعني الدورة البرامجية الجديدة تحكي لنا، تشرحها للمشاهدين. عندنا برنامج صوت علماني، وبرنامج صوت علماني يقدمه اسماعيل محمد، نحاول نبسط فيه المفاهيم العلمانيه والفلسفه للانسان البسيط، يعني عشان خاطر يفهمها. يعني احنا بنبدا لسه، احنا طبعا مش اعلاميين ولا متخصصين، بس بنحاول ان احنا نقدم حاجة مفيدة، ونحاول نسد الثغرة الموجودة، يعني إن ما فيش حد بيتكلم بحرية دلوقتي في الإعلام العربي لحد دلوقتي. بالنسبة للبرنامج والتفكير، موضوع القرآن ده بعتبره مهم جدا، ده أنا بقدمه برضه، وبرنامج اسمه أليس كذلك، يعني برنامج بيعلق على الـ على الـ على اللي بيتقدم في الإعلام العربي. طيب، بما انك انت مقترح حملة اجعل، انت الاقتراح طلع من عندك، فكيف بتقيم الحملة، مسيرة الحملة لحد هلا، كيف بتشوف نشاطها، كيف بتشوف مستقبل تبع الحملة برأيك الشخصي؟ تفضل. والله انا متفائل طبعا بالحملة، لان القائمين عليها ناس جميلة جدا ومثابرين، وعندهم التزام جامد جدا بالحاجه اللي بيعملوها، مع ان شغلهم تطوعي يعني. فانا متفائل، انا للاسف مش بقدم حاجه للحمله يعني، لكن انا بتابع كويس قوي القائمين عليها، وبشوف شغلهم، وبشوف ومتفائل جدا بيهم، ومبسوط قوي من الصبر اللي عندهم والاستمرار يعني. طبعا بما في ذلك البرنامج بتاع القناه، برنامج اجعله، يعني وجودك معنا بيكفي وبيعطينا الروح المعنوية إنه نسابر أكثر وأكثر، ونعطي جد، نعطي شيء الأفضل عنا يعني. خلينا ندخل على موضوعنا، حشش مع الله. كيف بدك نطرح الموضوع أحمد؟ إذا والله أنا بس عايز يعني عايز أفتح المصحف كده مع الناس اللي بيسمعونا من اوله، يعني من اول ما يفتح المصحف، يعني هو الكتاب ده اصلا هدى للعالمين او هدايه للبشريه كلها، او احاط بكل شيء علما، وما فرطنا في الكتاب من شيء، والكتاب ده هو المنوال بتاع الحياه، وده الدليل اللي الواحد المفروض يمشي عليه طول حياته. خلينا نقرا ونشوف هل الكلام ده متوفر في النص ده، ولا هو زي ما انا بقول او بعتقد او اخواني الملحدين بيعتقدوا ان هو نص بليد وسخيف وملوش لازمه. يعني في وجهتين نظر متضادتين تماما، يعني وجهه نظر بتقول ان الكتاب ده نبراس الهدى ونور البشريه وما الى ذلك، وفي وجهه نظر ثانيه بتقول ان الكتاب ده بولشيت. انا بقول ان الكتاب دوت هراء. فخلينا نقرا كده ونحاول نشوف، يعني من اول المصحف الفاتحه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لحد دلوقتي احنا ما يعني ما يعني ما فيش جديد، يعني ما قدمناش حاجة. أنا يعني المفيد في كده مش عارف، يعني ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقولون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني الآية دي معناها يعني هتفيدنا في إيه الآية دي؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، هتفيدنا إن القرآن ملوش لازمة، إن محمد دعوته في الفاضي ملهاش أي لازمة، لأن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، كده كده مش هتأمنهم. ما أنت جاي تعمل إيه طيب؟ بالضبط، يعني إذا أنت منذر، تفضل. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، يعني هو ظلمها خالص سبحانه وتعالى. يعني جاء ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، المفروض إن هم يروحوا المستشفى بقى يتحققوا، يقعدوا يقطعوا عمرهم هناك.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هو دلوقتي عمال يقول إن في ناس بيقولوا آمنا بالله بينافقوا يعني، ودولت ناس بيعالجهم. طيب قدم لنا حل حلول يعني، يقول لك يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، بيوصف لسه الحالة بتاعتهم ولسه بيقول برضه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يعني هم في قلوبهم مرض، ارحمهم طيب ولا اديهم حاجة مفيدة، اديهم مسكن فزادهم الله مرضا. لا زادهم الله مرضا، ده تصرفه اتجاه المريض في قلوبهم مرض فزادهم الله شكرا يعني، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لسه لحد دلوقتي ما ادناش أي حلول للناس دي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إن دوما أنتم تفسدوا في الأرض ولا إحنا بنصلي، ألا إنهم هم مفسدون لكن يشعرون. لا هو بإيه بيشتمهم يعني. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا إنهم كما آمن السفهاء، برضه هيشتمهم، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. دلوقتي احنا عاملين ايه؟ نشتم ونرد على بعض. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ما قدمناش اي حل برضه، ما فيش حاجه مفيده لحد دلوقتي. نعمل ايه للناس المنافقين؟ ما فيش غير ان احنا بنشتمهم كده ونقول عليهم سفهاء ونقول عليهم جهله وكده. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لسه عمال يوصف الحاله بتاعتهم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاق ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. طب ضمن احكم الاعمى ده عايز منه ايه يعني؟ طب ما سيبه في حاله ارحمه يعني، ملوش لازمه يعني، ما فيش داعي ان انت تهاجمه الهجوم ده يعني، او ان انت المفروض تشفق عليه يعني. وهتفر المصحف كله هتلاقيه بالشكل ده يعني لسه الصفحه اللي قلبنا الصفحه عشان نوصل يقول لك ايه؟ ان الله لا يستحي ان يضر مثلا ما بعوضه كما فوقها. اما الذين امنوا فيعلمون انه حق من ربهم، واما الذين كفروا. وبعدين يقول لك هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. قالوا ما تجليش مع بعض، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس اسمك؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هو دلوقتي دخل في تحدي مع الملائكة، مع أن الملائكة ما عملوش أي حاجة في السبع ده، أنهم إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم. فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وعلى ما تبدونه وما كنتم تكتمون. حتى الملائكة يتكلم معاهم من غير أي يعني مبرر. يعني أنا عايز أفهم إيه النص ده، تفهم منه إيه ده؟ يعني إحنا حاجة غريبة. إذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هم كل اللي قالوا تجعل فيها من يسفك فيها يسفك الدماء ونحن نسبح الحمد والقدس لك، قال لهم إني أعلم ما تعلم. الموضوع انتهى. لا إيه بقى؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يعني أنا علمت الأسماء وأنتم مش عارفينها. لما قالوا له سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، قال له قال ادم انبئهم باسمائهم. فلما ابدا رسول الله لم اقل لكم، تحس ان واحد معتوه بيتكلم يعني. بالضبط. يعني لو وهكذا لو انا اشتريت المصحف كله كده انا ما فيش يعني ايه المحيط في الموضوع ده؟ ايه المحيط في الكلام ده؟ وآيات غريبة وعجيبة يعني. بيقول لك مثلا ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأن غيرنا ما يزلت الناس الزعيم. يعني أنا أقوى أهل الناس دي كلها بس أنا مش عايز أهديها. فائدة القرآن طيب يعني. ده غير يعني الآيات العجيبة أو القرآن اللي مش هتلاقيه غير في القرآن. مثلا إن الله لا يحب الفريقين. يعني بيحب النكريين مصدر الكآبة مثلا. أظن يعني الله يحب النكديين لأنه يعني شوف بلاد الله المسلمة فكلها نكد نكد، فتطبيق لقول الله أظن بالتعديل يعني. حلول غريبة يعني بيؤدي الكلام حلول غريبة لمشاكل واقعية يعني. مثلا وإن كنتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. احنا خايفين نقصف في اليتامى ننكح يعني ناخد الدب ده. اذا كنت جوعان انكح، اذا كنت عطشان انكح،
مش عارف والله يا اخي، جعان حاسس لو عطشان حشرة، لو خفت الا اقصد في اليتامى احاول اقصد فيهم، اعمل اي حاجه تخليني اقصد في اليتامى، مش من غير ما انكح يعني. يعني حلول غريبه قوي، هو صورات غريبه، بحس ان اللي بيتكلم مختل بالضبط. لكن الله عليم عن العالمين، وخصوصا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. انت غني عن العالمين، مش عارف حاجه منهم اللي تخلقهم عشان يعبدوك، ده بيقول لك انا خلقتهم بس عشان يعبدوك. الناس يقول لك غنيين عن العالمين، والله العالمين هم اللي في غنى عن كل اللي انت بتعمله ده يعني. بالضبط بالضبط. وبعدين متناقض يعني، يقول لك وما منعنا ان نرسل الايات الا ان كذب بها الاولون. احنا كنا عايزين نرسل ايات البينات تدل على شخص كلامي ده، بس احنا للاسف جربنا قبل كده مع الاولون فمش هنرسل ايات. طب هيؤمنوا بك على اي اساس؟ طيب هيؤمنوا بك على اي اساس؟ ومع ذلك هو بيدعي ان هو جاب ايات، يعني هو قال مش هنجيب ايات بس بيقول برضه احنا جبنا ايات. يعني بيقول لك اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يعني جبت آيات أهو. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، يعني هو رأى جبريل ما بين السماء والأرض يعني، ودي بيعتبرها إن هو دي آية. طب هو ما حد شافك وأنت كده، طب أنا ممكن أقول أي حاجة يعني، ممكن أقول أنا كمان شفت جبريل بس، فاهمني؟ مثلا تحديات القرآن، مثلا لما بيجي يتحدى يعني في أول القرآن، زي في أول سورة البقرة زي ما احنا بنقرأ كده، بيقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يعني أنت يعني بص، هو بيقول لنا إذا كنتوا شاكين في الكلام ده ائتوا بسورة من مثلي. هو ده تحدي؟ طب ما هو ده تحدي مش منضبط خالص يعني، تحدي سخيف ووهبل يعني. يعني ايه فاتوا بسوره من مثله؟ طب مين هيحكم اذا كانت من مثل ولا مش مثل؟ مثله في ايه يعني؟ ما حددتش مثله في البلاغه، مثله في ايه يعني؟ ما انا اجيب، ما انا ممكن اقول لك اي حاجه اقول لك احسن منه يعني، ممكن اقرا بيت شعر للمتنبي دلوقتي واقول لك ده احسن من القران كله، ومين هيحكم ما بيننا؟ ما انت مهما جبت له هيقول لك لا مش مثل. يعني مثلا لو قلت له مثلا وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثل، رحت انت جاي قايل له مثلا ايه؟ والتوت والنعناع مثلا، زي التين والزيتون، هقول لك لا مش مثله، ده كلام سخيف. هو ايه الحكي؟ ليه التين والزيتون احسن من التوت والنعناع مثلا؟ ليه؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، وانا ممكن اقول لا اقسم بالولايات المتحده الامريكيه. يقول لك وانا كده اقول ان انا جيت سوره من مثله، ما ده بلد وده بلد يعني، ايه المشكله؟ فاهمني؟ حتى بوركينا فاسو مش الحال يعني. حاجه غريبه. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، انت مش هتقدر، فاتقوا النار تحدكم يعني، خافوا بقى من النار. مين يعني مين هيحكم ما بيننا اذا كنا احنا فعلنا او لم نفعل يعني؟ جبنا سوره، طب ما الناس ما الفت مؤلفات اضعاف اضعاف القران دوت في سياق التحدي ده، وكل ما المسلمين تيجي تواجههم بحاجه دي يقول لك لا مش زيه، بالله عليك ده زي القران، لا ده مش زيه، ده القران احسن من يا اخي. ما انت اصل التحدي في نفسه سخيف، ما انت المساله نسبيه. اصل لو انت اتكلمت في البلاغه، البلاغه نفسها نسبيه، فالبلاغه عند الشخص مش زي عند التاني، مش زي عند ده يعني. البلاغه حاجه نسبيه، حاجه تقبل الاخذ والرد يعني، ممكن نختلف فيها الكلام ده بليغ لا مش بليغ، قواعدها ما نزلتش من السماء يعني، قواعد البلاغه يعني. امور غريبه ده يعني. ايه رايك تفضل. يعني لسه كنا بنقرا في اول البقره دلوقتي، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، وفي سوره الجمعه يقول فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، سوره المنافقون فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، يعني فلما زاغوا مش هداهم الله خاب ايديهم، لا ازاغ الله قلوبهم. طبعا ده غير ان هو المكر بقى عند ربنا، المكر يقول لك قل الله اسرع مكرا، قل الله والله خير الماكرين، مكر كبير. يقول لك سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني احنا ايه هنعمل لهم فخ يعني، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. انا
فانت تحس ان واحد مختل مش اله يعني. ده غير سورة الاحزاب لوحدها، احزاب سورة مقرفة كلها، كلها في سبيل ارضاء غرور الرسول وشهواته كلها من اولها لاخرها. يعني بتبدا اول ايه فيها بتبدا بابطال التبني، رجل من قلبين في جوفه، ربنا ما خلقش الواحد للراجل قلبين في جوفه، وما جعل ازواجكم اللاتي تظهرون، ما جعل ادعياءكم ابناءكم، عشان يبطل التبني. وبعد كده يقول لك ما كان محمد ابا احد من رجالكم، وبعد كده يقول لك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. بعد كده يا النبي ان احللنا لك ازواجك التي اتيت اجورهن وملكت يمينك، لغايه ما يقول له وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي. سوره الاحزاب كلها لو قراتوها هتلاقيها سوره ارضاء لنرجسيه الرسول. بصراحة أحمد يعني خصوصا هالآية هي أو قصة زواجه ببنت ابنه، يعني غير إنه لا تطبق على على العقل البشري، يعني قلبت الأخلاق. يعني إنسان تصور إنسان بيطلع على مرت أخوه مثلا، ولا بيطلع على مرت ابنه، ولا على مرت عمه، ولا وهل هالمسألة هي بنلاحظها كثير عندنا بمجتمعاتنا الإسلامية للأسف يعني، وكلها موروث من القدوة الحسنة أظن يعني. القدوة الحسنة يعني. ولا أحسن من هي القدوة نهائيا. حاجة غريبة. طيب شو رأيك بآيات بعدين من ظواهر أو من ظواهر الاختلال القائل للنص ده إمعان الحديث عن تفاصيل العذاب. يعني يقول لك من الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعني خيال واحد مريض، يعني مش مجرد واحد لك سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب غليظ. لك يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر بما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، لما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها. حاجة رهيبة. ولك يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. حس ان واحد مختل بالكلمة. بعد الآية دي المفروض يضحك ضحكة شيطانية. شو رأيك تحط عندك الاكسسوارات آية شيطانية هيك دقن وشي فرجينا كيف يكون الشيطان يعني. محتاجة المحتاجين مؤثرات في الأسئلة. في إيه تاني كنت عايز أقول برضه، زي التحديات برضه السخيفة اللي هي ملهاش معنى، زي مثلا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يعني إيه الهبل ده؟ يعني يقول لي بني سيد ذكرت مرتين في القرآن، مرة في سورة البقرة ومرة في سورة الجمعة. قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس نعمل إيه عشان نأكد زعمنا دوت؟ بيقول لهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يعني أنتم صادقين كده تمنوا الموت. ويقول لك برضه ولن يتمنوه أبدا. في الجمعة يقول لك ولا يتمنوه أبدا بمقدمة أيديهم، يعني مش هيتمنوا الموت. طب ما هو التحدي ده، طب ما لو أنت جيت قلت لي، لو هو محمد بيقول لي أنت تمنى الموت، هقول له والله تمنيت. كده يكذبني هو؟ انا كده هدمت دعوتك في كلمه، انت بتقول ولن يتمناه وانا بقول لك انا تمنيته هو. فهو ممكن يقعد بالصفه اللي انت كذاب في المنظور. هو ده تحدي؟ يعني ايه فين وجه التحدي دلوقتي؟ انا ممكن اقول له انا ما تمنيتش الموت، ممكن اقول له انا تمنيت الموت. ولو تمنى الموت كنتم صادقين، الاماني دي بتكون فين؟ بتكون فين الامنيه الحقيقه؟ بتكون في جوه الانسان عقله. ما تقدرش انت تشوف هو تمنى الموت ولا لا. ففين التحدي في كده؟ حاجه برضه زي نفسها هي هي فاكل بسوره المنسل نفس الحكايه برضه. ده تحدي سخيف، ده دليل على
يعني سذاجة وهبل لآل النص ده. بالضبط. أنا يعني يثير إنه الله يستهزئ بعباده، يعني مثل ما بقولوا أنت بتخلق مثلا، أنا بصنع لي شيء موبايل ولا بصنع سيارة ولا، وبعدين بستهزئ منها، يعني وين الفكرة إنه تستهزئ من شغلة أنت صنعتها بإيدك يعني؟ وبعدين لو انت عاوز تكون مع العلم لازم تقرا القران، تكون طبعا كاره للنص ده، لان كل تخاريف بقى على البلد، يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذن. السماء بالنسبه له سقفا محفوظا، جعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها وعقلوها. ويقول لك الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما فرزين في بعض وبعدين فتقناهما رفعنا السماء فوق وفتقنا الارض تحت وجعلنا الماء كل شيء حي. الايه دي متاخده من سفر التكوين لطشها ومحمد من اليهود، يعني سفر التكوين ان السماء والارض كان ان الارض دي كانت عباره عن بحر، وبعدين ربنا قال ليكن جامد في وسط الماء، وبعدين رفع الابيض لفوق عشان الجسد البلد اللي في وسط الماء دوت فرق ما بين الميه اللي فوق والميه تحت الارض، ورفع السماء فوق بقت ايه؟ عشان كده هو بيتخيلوا عشان لونها ازرق يبقى ليه ميه فوق زي الميه بتاعت البحر يعني. فهو خد منهم الحته دي وقال لك الم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت لهم. فطبعا يعني اي حد بيحب العلم وحب الضئيل جدا يعني هيفهم النص ده. عبقري. ويقول لك النجوم جعلناها رجوما للشياطين، النجوم اللي هي الشمس واحد من النجوم بحجمها الضخم الكبير اللي فوق الارض اضعاف المليار بقى مئات الاضعاف، وفي نجوم اكبر من الشمس بالمراحل يعني، هي كلها جعلها رجوما للشياطين. يعني الشمس لوحدها اكبر من الارض بمليون و300 الف مره. وهي نجمه يعني من هالنجوم، صحيح ما هي نجمه متوسطه، شوي اكبر من متوسطه، بس النجوم الكبيره يعني تفوق الارض بملايين المرات، مو مليون، ملايين المرات يعني. للاسف وهي تكون رجوم لشياطين، الشيطان يخبط له شي نجمه بها، الله يخبط له شي نجمه بها الشيطان. وبعدين الكواكب برضه يعني النجوم والكواكب عمال يفرق في القران ما بين النجوم والكواكب. ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحتى من كل شيء نفس المهمه برضه، مع ان شتان ما بين النجوم والكواكب يعني ما فيش مقارنه، دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص يعني. والشهب برضه بيخلط ما بين النجوم والشهب والكواكب لانها كلها ابتدت من تحت من الارض، تبدو كلها زي بعضها نقط بيضاء، يعني تمشي النقطة دي ايه كلها زي بعضها، النجم زي الشهاب زي المذنب زي الكوكب زي القمر زي الأحمر، كلها زي بعضها بالنسبة لمحمد بالنسبة لأي حد بدائي قاعد على الأرض. هي مش كده، لأنه يقول لنا بقى في تباين كبير جدا ما بين ده وده وده وده. شو رايك احمد بالقارعه وما القارعه وما ادراك ما القارعه؟ القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه، يوم يكون الناس كالفراش المفروش وتكون الجبال كالعهن المفروش. فهمت حاجه؟ لا. وبعدين حتى لو فهمت يعني المشكله ان الايات بتاعت القران اللي بتوصف يوم القيامه كلها يعني مضحكه جدا. القارعه والقاعه يعني في سوره التكوير ولا سوره الانفطار ولا الانشقاق، دي صور كلها بتصف القيامه وكلها صور مكيه. وكان في مكه عايز يخلق حالة من الرعب للقرشيين بأي طريقة، عشان هو السورة مثلا زي سورة التكوير دي من أوائل السور اللي نزلت في القرآن،
قبل اي دليل، واحد قبل ما يقدم اي دليل على صدقه بنزل له مش عايزين تصدقوني. طب اذا الشمس كورت، واذا النجوم انقدرت، واذا الجبال سيرت، واذا العشائر عطلت، واذا الوحوش حشرت، واذا النفوس وجدت، واذا موجود سئلت بأي ذنب قتلت، واذا الصحف نشرت، واذا السماء كشفت، واذا الجبال، واذا الحين مش عارف، واذا الجنه زدفت، عارف ايه؟ اذا كل البلاوي دي حصلت وانهارت والدنيا انهارت كده، عالم نفس ما احضر هتشوفوا بقى ايه اللي انت عملته. ده الحافز اللي هو بيقدمه للقرشيين علشان خاطر ايه؟ يصدقوه يعني. يعني عملت نفس ما احضرت، بعد كده هيبدا يقسم لهم، بيقولوا فلا اقسموا بالخنس، غير الخنس والليل اذا اسعس والصبح اذا تنفس، انه لقول رسول كريم. يعني بعد الاقسام دي كلها، والله ده كلام رسول كريم، ده كلام جبريل، دي قوه من عند العرش الحكيم. يعني ده جبريل ده مش اي حاجه، ده مطاع ثم امين. وما صاحبكم مجنون، محمد مش مجنون ولا حاجه، يعني مجنون. ولقد راه بالافق المبين، ده شايف جبريل فعلا بالافق المبين. وما هو على الغيب بضنين، يعني مش مخبي عليكم حاجه والله، وبخيل عليكم باي حاجه. وما هو بقول الشيطان الرجيم، ده كلام مش كلام الكهان ده. فاين تذهبون؟ ان هو الى ذكر العالمين لمن شاء منكم ان يستقيم. اللي عايز يستقيم يتبع الذكر ده ويؤمن بيه، مش عاوز يستقيم يبقى يكفر، هيكفر يبقى مش مستقيم. انا كده احتكر هو الاستقامه لوحده. ليه هو وما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمين. انا عارف ان انتم مش كلكم هتؤمنوا، انا عارف، انا عارف. ما اصل ربنا هو اللي بيقرر مين اللي يؤمن ومين اللي ما يؤمنش. يعني لو كنت قاعد مع قريش بتلقى النص ده، كنت قلعت الشبشب وضربته على وشه، يعني يا عم مش نهائي. بالضبط بالضبط. انا عجبتني، تعرف احمد زمانه قريت لك تعليق منشور على الفيسبوك، فقريت انه وكفيناك المستهزئين، فانت كاتب تعليق بعض، هو ايه حل اللي احنا بنهببه ده؟ مش بنستهزئ؟ طبعا الاستهزاء واي استهزاء يعني. ده احنا بعدين احنا انا وانت نعتبر مهذبين يعني. ده في ناس ما شاء الله بتستهزئ بطريقه تعمل بلاها. انا واحد منهم، بس يعني مثل ما بقول الاسلام بيقول اذا ارتكبتم المعاصي فاستتروا، فانا بستتر لما بعمل الاستهزاءات بيني وبين الاله محمد يعني. كل المصحف كده بقى يعني. احنا ايه، مش انا مش محضر للحلقه دي خالص ولا مجهز لها، بس انا بستحضر المصحف كله يعني. فانت قول لي في اي فين بالظبط وانا اقرا لك السوره دي، لان ومتاكد ان هي هتكون سخيفه، لان القران انا عارف ان هو من اول حرف لغايه اخر حرف فيه سخيف. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقف، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد اذا حسد. إن أعطيناك الكوثر. آه. تبت يد أبي لهب، يعني تصور إله إله العرش العظيم، تبت يد أبي لهب. ما في لسان يمكن يعلق على الآية بصراحة، يعني مستفزة بشكل عجيب. جدا طبعا. أبو لهب عالم، عالم أبو لهب. هو هو إله إله صاحب العرش العظيم، صاحب البركات، صاحب البطيخ المبسمر، صاحب يعني. للأسف يعني العقل المسلم يعني أين يكون لما تنقرأ عليها الآيات هي؟ يعني استخفاف ما بعد استخفاف. وبرجع بيقول لك الحمد لله كلام كبير يعني. لو احنا جبنا البلاغه في القراءه هنفتح في الصوت يعني. ايه هو البلاغه؟ ان انت توصل المعنى اللي انت عاوز توصله باوجز عباره وابلغ عباره. هو يقول لك زي في سوره ليس عليكم جناح ان تاكلوا من بيوتكم وبيوت ابائكم وبيوت امهاتكم او بيوت خواتكم او بيوت عمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او 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 ملكتكم او صديقكم. فين البلاغه في كده؟
يقول لك مثلا ايه، قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى؟ يا سلام، ملائكتكم كيف؟ حاجه غريبه. يعني البيضة جابت الجيجة ولا الجيجة جابت البيضة؟ حاجات غريبة. وفعلت فعلتك التي فعلت. لا يا راجل، لا يا راجل ما تفعلهاش، قلت مرسي سأفعلها. حاجة غريبة. عم ترد عليه سما مصر تقول ما تفعلها يا اخويا. وهي كلام ربنا هو يعني. زي سورة الرحمن برضه. سورة الرحمن من أولها لآخرها، كل حاجة كل شوية، فبأي آلاء ربكم ما تكذبون؟ كيلو باذنجان، فبأي آلاء ربكم ما تكذبون؟ بيكو لبان، فبأي آلاء ربكم ما تكذبون؟ معجون أسنان، فبأي آلاء ربكم ما تكذبون؟ فبأي آلاء ربكم ما تكذبون؟ كوريا واليابان، فبأي آلاء ربكم ما تكذبون؟ بوتن والحماران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ شيء 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 بالفعل مضحك. يعني لما بيقول البيان يعني اليوم لما تقول انت في عندي هالكتاب هذا اعجاز بلاغي، يعني يبلغ الرسالة بدون اي عناء. طيب هالرسالة هي بدك تبلغها في إلى مليون ألف مفسر، طيب ليش هالمفسرين إذا بليغ؟ يعني السؤال اللي يطرح نفسه، يعني إذا بليغ وبهالبلاغة ليش هالمفسرين كثرة المفسرين؟ يعني نعم، المفسرين كمان بيزودوا كلمتين. يعني انت لو جيت لاقوال المفسرين في الايات دي هتلاقي عجب العجاب، يعني هتلاقي حاجات غريبه. يعني مثلا لما بيجوا يفسروا افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو، يقول لك ازاي جت الذريه بتاعته؟ هل كانت لابليس زوجه؟ فتلاقي بقى المفسرين يقول لك لا ما كانتش زوجه، بس هو ربنا خلق له خلق له فرد وذكر يحط ده في ده فيضع هذا في هذا، وبعد كده بيبيع. على قولة عادل إمام، حط راسك مطرح ما تحط رجليك. ويقول لك فبيبيض وبيفقس مش عارف كام بيضة. فالمفسرين عليهم حاجات عجيبة، يعني بيزودوا الطين بلة. للأسف، يعني للأسف المفسرين، انا اعتقد يعني المفسرين كانوا يعني هم نفسهم احتاروا بتفسير القرآن، يعني كانوا يحاولوا يوجدوا مبررات للهبل الموجود بالقرآن. القرآن غريب وعجيب. فأول المصحف خالص زي بنبدأ كده هنلاقي قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. حكاية مهمة اسمعها. ماشي خلينا نسمع يمكن نستفيد. قالوا أتتخذون عزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. عايزين يعرفوا إيه البقرة دي عبارة عن إيه، يعني أي بقرة؟ البقرة مش فاهمين، يعني اذبحوا بقرة، طب أنهي بقرة؟ قال الله يقول إنها بقرة لا فرد ولا بكر، عوام بين ذلك أفعلوا ما تؤمرون. يلا اذبحوا بقى البقرة دي. قال لا فرد ولا بكر. قالوا فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا. يعني البقرة بالصفات دي كتير جدا، احنا عايزين نوصل لبقرة معينة. يعني مش معقول ربنا يكون تعب نفسه ويكلف نفسه عشان في الاخر يقول لنا بقر، ولا يعني اي بقر، طول عمرنا نذبح بقر. يعني قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قالوا بقى انا ذبحت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. انا استفدت كتير قوي من القصه. انا مش عارف حياتك هتبقى عامله ازاي قبل ما اسمع الايه دي. مش عارف ازاي تتحضر عيش، مش عارف ازاي تتحضر اتعامل مع الحياه. يعني بالضبط. نعمل نعمل
للأسف يعني وبيقولوا لك إنه صالح لكل زمان ومكان، يعني هالترهات هي اليوم شو بدها تفيدني أنا؟ تبت يد أبو بطيخ ولا ما تبت، ولا شو بدها تفيدني بالحياة اليومية أنا بهالعصر هذا، في جامعات، في مدارس، في مثل ما بقولوا مجتمع كامل، في يعني منظمات، ايش بده يفيدني تبت ابو يد يد ابو بطيخ هذا عمه؟ ف يعني بصراحه يعجز المسلم. استفدت من القران، كان عندي نسخ كتير من نسخ المدينه ايام ما كنت مسلم، طبعا المدينه طبعا فخره الورق بتاعها عندي، فانا بقيت اقطع الورق ده واكتشف الجزمه بتاعت الاحذيه بتاعتي، وكانت مفيده جدا، كانت شكلها لطيف جدا. دي اكثر فائده ممكن الواحد يستفيدها من القران. بالضبط، اظن يعني هي المكان المناسب للقران، يعني قران كتاب تافه، كتاب مضلل، كتاب يعني انا لا اؤمن بالشياطين، لكن كتاب فكر شرير، يعني خلينا نقول فكر مختلف، كلام مختلف بالضبط، عامل زي البطل المتسلسلين بتوع الافلام السينمائيه الامريكيه اللي بيجيبوهم في الافلام بتاعت الغموض والجريمه والحاجات دي. بس انت محمد حسيت مع بطل الأفلام، الافلام دي بالضبط. احمد انا بتشكرك كثير على هالحلقه الجميله اللي شرفتنا فيها، ويعني وبس بدي اوجه كلمه قبل ما ارجع لك، كلمه للاخوه المشاهدين، انا اسف كثير على حلقه امبارحه مع الاخت شاي، يعني هو الكمبيوتر عنده، برنامج الكمبيوتر عنده بيختلف تماما عن الويندو، هو ماك، فما قدرنا نتواصل باي شكل من الاشكال، واخيرا قلنا نتواصل عبر سكايب، فهي تمت تحكي صوتها كان يطلع لمده 10 دقائق، بعدين الصوت كله اختفى من الفيديو، وانا اضطريت بعدين امسح الفيديو، يعني اسفين كثير على الموضوع هذا. وشيء اكيد راح تطلع معنا حلقه بقريبه، وهي راح تكون ضيفه يعني مستمره في البرنامج، وراح تعطينا اكثر من حلقات يعني في البرنامج. فبهالموضوع هذا حبيت اعتذر من يعني اعتذر اعتذار قوي شديد اللهجه خلينا نقول بهالمناسبه هاي. احمد قبل ما نختم، يعني شو عندك كلمه تقولها للمجاهرين؟ يعني انا بهمني كثير مساله المجاهرين نجهر، يعني انت اليوم اعلم بمساله الاجهار، يعني انت الفكره فكرتك، ومثل ما بقولوا يعني انتم في وضع خصوصا في مصر، يعني انتم مجاهرين من قلب الحدث، من قلب البركان، شو بتقول للمجاهرين، للي بدهم يجاهروا، للمستحيين، للخايفين، لكل هالناس؟ هي تفضل. انا بشكر طبعا المجاهرين جدا، بحييهم وبحبهم جدا، اعز الناس عليا، يعني اللي هو بيجاهر بحاله. طبعا انا بدعو اي حد يقدر يعمل كده ان هو يستني، ايه يلا بينا عشان نخلص الموضوع ده، عشان ده موضوع سخيف قوي، موضوع الدين ده، ف عايزين ننهي بقى الحكايه ديت. والجهر ده اكثر الوسائل فعاليه في القضاء على الدين، لانه بيشجع الاخرين على انهم ياخدوا نفس القرار. انت ناس متصوره ابدا ان هي ممكن تبقى ملحده او دينيه، لما بيكون قدامهم نماذج اللي كده بيتغيروا بمنتهى البساطه، وبتساعدهم كتير قوي ان هم ياخدوا القرار ده. وبرنامجك جان بالمناسبه واحد من البرامج اللي بتشجع الناس فعلا ان هم يفكروا، واكيد انا متاكد ان في ناس ما بتتفرج عليك فعلا بتتغير يعني. فانا تحياتي ليك، واستمر انت بتعمل حاجه عظيمه يعني. شكرا كثير احمد، يعني انا بالفعل لاحظت المساله هي انه الناس تشجع، يعني هلا في رسائل بتجيني انه بالفعل هالبرنامج هذا انه يشجع الناس، وانا تشجعت، في ثلاث اربع اصدقاء يعني جاهروا بمناسبه الصفحه، بصراحه انه يدخلوا على الصفحه يشوفوا الناس عم تجاهر، يشوفوا الناس مجاهره، فيتشجعوا ويجاهروا كمان. فانا اشجع كل ملحد، يعني ارجوك جاهر معنا، و خلينا نسمع صوتنا للناس، يعني بالنهاية الناس هي أهالينا، يعني لما نحن عم ننتقدهم مو عم ننتقدهم لأشخاصهم لذاتهم، لا عم ننتقد هالفكر الخرافي المتبنينه اللي مدمرنا ومدمر كل هالناس الموجودين من أهالينا ومن ناسنا يعني للأسف. أحمد إذا
تختم انت بكلمة أخيرة، تفضل. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة دي زين، وأنا بتابع كل الحلقات بتاعتك إلى الأمام. شكرا كثير اخي احمد، هذا شرف الي تابع حلقاتي يعني، وانا متابعك طبعا مثل ما بقولوا تكه بتكه يعني، مش سايبك. ف ومتابع قناه العقل الحر طبعا بكاملها، الاخ خلدون والاخ اسماعيل احبابي اصدقائي. وشكرا لكم اعزائي المشاهدين، واعتذر مره اخرى لحلقه امبارحه، واسف كثير عليها، وانا متاكد ما راح تتكرر يعني، واتمنى ما تتكرر. شكرا لكم والى اللقاء اصدقائي.